خطه مذهوله ان شخص يبص يحط ايده على بق سيده قدامه قد امه ولا قد جدته حتى، ويجرؤ على ان كده ويدعي هو ان هو مسلم. حسيت ان هم بيحاولوا يعملوا كده في مصر، بيحاولوا يكمموا صوتها، لكن هم مش هيقدروا. هو مهم قوي ان الناس تفهم ان هذا النظام الذي تولد عن الثورة ليس ممثلا للثورة، لان هو اذا كان هو بيدعي لنفسه هذه القوة، لماذا لم يقم بالثورة قبل ذلك؟ هم يجذبون مثلما يتنفسون. انا مش قادر اتخيل كيف يملك هذه المقدرة على الكذب بوقاحة وبجرأة وبفجر. يعني ازاي يتقال عليا انا فلول ولا نور فلول ولا نجلاء فتحي نجلاء بدير فلول؟ هم اللي فلول، لان احنا ما عملناش صفقه سنه 2005 عشان ندخل البرلمان ب 80 واحد في 2005 مع النظام، ومش احنا اللي ادينا اصواتنا لمبارك طوال فتره حكم مبارك. ما قلناش نعم لمبارك ابدا ولا في انتخابات. هم قالوا كل من يعني ساهم في سرقه ونهب وإفساد الحياة السياسية في مصر ممكن أقول عليه فلول. كل القرارات التي أصدرها منذ توليه السلطة هي لتمكين فصيله السياسي من الحكم كلها، لم يصدر إجراء واحد لصالح لا العمال ولا الفلاحين ولا الطبقات الفقيرة ولا حتى المتوسطة. في الدستور اللي هم عملوه لما لقوا أن في مقاومة لفكرة إلغاء العمال والفلاحين 50% حطوها، بس حطوها لنفس الأشخاص يخشوا تاني كممثلين للعمال الفلاحين. يعني بالنسبة للعامل قالوا كل من يتقاضى أجر، طبعا مصر كلها بتتقاضى أجر عن عمل. نمرة 2 بالنسبة للفلاحين قال كل من له بطاقة حيازة، طب ما اللي عنده 1000 فدان عنده بطاقة حيازة وهو يمتلك ان هو يخش البرلمان بهذه الصياغة، يبقى هو اللي هيخش البرلمان مش ال 95% اللي هم من فقراء الفلاحين بيملكوا 5 أفدنة في عقل، اللي هم بينتجوا لده الرز والقمح والذرة وكل المحاصيل الاستراتيجية. هو بيركز كل المصالح المصرية او الصالح المصري او المجتمع المصري او الاقتصاد المصري في ايد مجموعة من التجار وكلاء الشركات الأجنبية زي الشاطر وزي غيره وزي غيره وزي غيره. الثورة لما قامت ما قامتش عشان تاني مرة تسلم مصر لرجال الأعمال والتجار على وتحدث مرة أخرى تزاوج بين رجال المال والسلطة. القضاء جميعا الآن رافضين هذا الدستور، انسحب منه الكنيسة والعمال والفلاحين والمثقفين والأدباء وكل والنساء، يعني في إجماع من الأمة الآن على رفض هذا الدستور من أول القضاء إلى أصغر فلاح في القرية. فأنت هتستفتي على حاجة غير شرعية؟ فما فيش أي شيء تم لصالح لا في الدستور ولا في الواقع العملي غير تمكين الإخوان من البلد، محاولة استيلاء أبدية على السلطة. لو لم نسقط هذا الدستور وهذا الإعلان الدستوري وحتى هذا الرئيس لن تجرى انتخابات أخرى أبدا. ما احنا كلنا عاوزين استقرار. هل الإتيان بدستور لا يمس ولا يعبر عن مصالحي يقدر يحقق استقرار؟ الدستور ليس قائما على العدالة الاجتماعية، على مصالح الناس، التلبية مصالح الناس واحتياجاتها. هل هذا دستور يحقق مصالح الناس، يحقق استقرار؟ أنا بحذر كل مواطن مصري فلاح وعمال وكل حد إن هم بيحضروا لأنهم يزوروا الانتخابات حتى يأتوا مرة أخرى بالبرلمان لهم هم يسن القوانين اللي هي هنتشنق بها إحنا كمواطنين مصريين. هو أصبحت يده يعني مغموسة في دم شهداء، هو مسؤول عن الشهداء اللي سقطت سواء في الجانب ده أو في الجانب ده. فاحنا بنطالب دلوقتي إيه؟ بأنه يرحم بعد أن توغلت يده بدم الشهداء. هو مسؤول عن دم الشهداء زيه زي مبارك.